لمزيد من التفاصيل والتعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا الاستاذ عبد الباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي. استاذ عبد الباسط مساء الخير واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه، وتابعنا منذ قليل في هذا التقرير تداعيات او ردود الفعل الاوليه العربيه والدوليه. انتم في ليبيا، ما هي ردود الفعل لديكم في الداخل الليبي؟ كيف هو راي القبائل الليبيه سواء شرقا ام غربا في الداخل الليبي عما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس؟ شوف، هذه كلمه مهمه تاريخيه تاريخية حقيقة، تؤكد أن الدم العربي دم واحد. مصر وليبيا أيضا دولة واحدة وشعب واحد وتحديات واحدة وعدو واحد. نعم. وأننا الكليبيين نفتخر جدا بالدعم المصري لأمن واستقرار ليبيا، وهو ذاته الذي نشاطره في مصر في كل تحدياتها اتجاه كل العدوان التي تعددها من أي مخاطر قادمة لها. القبائل العربية الليبية الحقيقية التي لها انتماءات وحدود تاريخية وارتباط تاريخي مع حركات الجهاد المستمرة عبر عقود مع الزمن، هي دائما ترتبط مع مصر وتؤيد هذه الكلمة التي قالها في كل حروفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على وحدة واستقرار ليبيا، على دعم الجيش الليبي ودعم الشرعية الليبية المتمثلة في البرلمان الليبي، وعلى دعم القبائل. هذه هي المهم جدا. وقال أننا نواجه عدو واحد. هذا الأمن العربي الذي يتهدده اليوم خطر كبير جدا، هو الغزو التركي لنا جميعا. عندما تكون هناك خطأ قدم تركي واحد على أي أرض عربية، هذا يعني أننا نحن جميعا في خطر. أمة تتحدى في أمة، وهؤلاء لا يريدون الاستقرار أبدا. إرهابيون يتدفقون بالعشرات، جماعات إرهابية خطيرة مرتزقة من كل حد وصوب، وهذا هدفه ليس ليبيا فقط، وإنما هدفه ضرب أمن واستقرار مصر، ضرب تونس، ضرب الجزائر، ضرب المنطقة العربية، ضرب حوض المتوسط. أحلام عثمانية بالعودة إلى قبل 400 و500 سنة، عندما كنا في سواد من التاريخ المظلم الذي عانيناه تحت وطأة الحكم العثماني. وبالتالي اليوم خطوط المواجهة أصبحت واضحة جدا لكل العرب. عندما نرى الاصطفاف العربي الواضح اليوم بين السعودية والإمارات والبحرين خلف جمهورية مصر العربية، هذا نؤكد على أن حائط السد المهم جدا لهذه الدول التي تشكل اليوم عامل وخط المواجهة العربية ضد الغزو الخطير الذي يتهددنا في العراق ويتهددنا في سوريا ويتهددنا في اليمن، يتهددنا من أمم أخرى مثل الأمة الفارسية الخطيرة جدا، أو الأمة العثمانية التي تريد أن تسرق أرزاق الشعوب، تسرق أرزاق الليبيين وأرزاق المصريين وأرزاق السوريين وغيرهم. وبالتالي اليوم الجيش المصري عندما يتخذ هذا الموقف التاريخي يعود بنا إلى أمجاد سابقة، عندما كانت هناك تدريبات للجيش الليبي هنا في مصر، تأسس الجيش الليبي عبر التاريخ هنا. وبالتالي علينا أن نتشاطر، عندما تشاطرنا وكنا صفا واحدا في حرب أكتوبر، اليوم نواجه نفس العدو ربما بشكل آخر وبشكل جديد، ولكنه نفس العدو الذي لا يختلف يتهدد الأمة العربية. طيب، بالامس استمعنا في اثناء كلمه او بعد كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لممثل عن القبائل الليبيه في هذا المؤتمر، ايضا مساء امس كان هناك بيان من قبائل ترهونه ايد الموقف المصري فيما يتعلق بالازمه الليبيه. ما دلاله هذا البيان عندما ياتي من قبائل ترهونه وهي المدينه التي تسيطر عليها بعض الميليشيات الارهابيه والمسلحه وغير القانونيه؟ شوف، الترهونة بعد الرسالة الأولى، أعتقد أنها هي رسالة، أول رسالة تصل من القبائل الليبية لما لحق بها من ضرر كبير جدا، الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تهددتها واقتحمت البيوت وأحرقتها ودمرتها. يعني من المؤكد من الصورة التي وصلتنا وأشرطة الفيديو، حرق المنازل وقتل الأبرياء داخل المدينة من قبل عناصر متطرفة ومتشددة ومرتزقة يحركهم الجانب التركي الخطير جدا في الأرض الليبية. وبالتالي أصبح العامل خطير جدا. لهذا كان الاستشعار ورسالة وإرسال رسالة واضحة للجانب المصري بطلب المساعدة، لدعم القبائل في المنطقة الغربية. أيضا هو الخط الأحمر لا يصل فقط في الجفرة وفي سرت، وإنما كل ليبيا خط أحمر على الغزو التركي، خط أحمر لأنها يتهددنا. طرابلس هي أمن القومي لجمهورية مصر العربية. وبالتالي عندما نرى مدن ومناطق الطوق تتحدث بواقعية، عندما نرى ترهونة، ربما هناك مدن أخرى لا تستطيع الحديث، يعني مثل ورشفانة في جنوب غرب طرابلس، ربما الأصابعة، أيضا غريان المختطفة التي تعاني إلى مرين. يعني نحن نتحدث عن انتشار لجماعات إرهابية خطيرة، جزء منهم من أنصار الشريعة، جزء منهم من تنظيم داعش، أيضا من المهربين من عناصر تم حمايتهم ودعمهم من دول بعينهم، استخدمتهم الطائرات التركية ونشرتهم في مدن صبراتة وصربان، وهؤلاء جرائمهم أيضا رأيناها ونشرنا عليها أشرطة فيديو. رأينا عناصر متطرفة كانت في بنغازي باتت تهددنا. إذا نحن أمام دولة تدعم في إرهاب، تركيا
دعمت عناصر خطيرة جدا، الآن لابد من مواجهتها، لابد من استقصاء، وأعتقد أن الجميع يتشارك في الحرب على الإرهاب. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس أكدت على دعمها للمبادرة المصرية على الإعلان القاهر جدا كعملية سياسية يلوج إلى وقف إطلاق النار الذي لم تحترمه الميليشيات التي موجودة في غرب ليبيا، والذي تدعمه بشكل واضح خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية التركي لطرابلس، ويرافقه رئيس المخابرات التركية الذي أقول أنه رئيس للمافيا والجماعات الإرهابية وليس رئيس مخابرات دولة مفترض أن تكون دولة محترمة تحترم الدول الأخرى وتتشارك معها في المصالح المشتركة. حتى في حديث السيد الرئيس بالأمس عندما تحدث عن إمكانية ومشروعية دخول القوات المصرية إلى الداخل الليبي، وتحدث عن أن هذا التدخل ربما سوف يأتي في مقدمته القبائل الليبية، أبناء القبائل الليبية، شباب القبائل الليبية، هذا التدخل لا يكون بمعزل عن طلبات الشعب الليبي والقبائل الليبية. شوف أخي العزيز، ميثاق الجامعة العربية، الدفاع العربي المشترك، الحدود والمصالح المشتركة الليبية المصرية، لدينا اتفاقيات موقعة تاريخية، وهذه كلها اتكاء عليها كورقة مهمة جدا مساندة بعضنا البعض. ايضا القبائل الليبيه ليس بجديد عليها طلب الجانب المصري بحمايته والتدخل ومواجهه العدو الواحد. ايضا رئيس المجلس النواب وهو الجسم الشرعي الموجود في ليبيا كان قد القى كلمه هنا مهمه جدا في مجلس النواب الشعب المصري، اكد فيها على ضروره دعم الجيش المصري للشعب الليبي، كانت هذه نقاط مهمه ارتكاز عليها. ايضا اعلان القاهره شدد الى النقطه الاخيره، النقطه المهمه التي قال عليها السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال نحن لدينا صبر، نعم نحن نراقب، ولكن هناك خطوط حمراء أكد عليه، إذن هناك من تجاوز هذه الخطوط الحمراء، إذن نحن أمام شرعية دولية أيضا لمساندة الشعب الليبي. عندما رأينا الدعم السياسي الكبير جدا لمبادرة إعلان القاهرة الذي أكد عليها والذي لم تحترمه الدول الأخرى، إذن لابد من تطبيق وقف إطلاق النار بالقوة، بالقوة المفرطة، لأن هؤلاء لا يحترموننا أبدا، لأن هذا الخطر خطر حقيقي. تصور معي أن كل الجماعات الإرهابية تصل إلى أبار النفط، تصل إلى الموانئ النفطية، وتذهب المليارات إلى مجموعات من المافيا والإرهاب هنا، تسرق أرزاق الشعب الليبي من جهة، وأيضا تدعم التنظيمات العابرة للحدود. يعني ما يجري في سيناء من دعم للجماعات الإرهابية، أو ما يجري في التنظيمات الإرهابية في مصر أو في تونس أو في الجزائر أو في المنطقة، هذا لا ينفصل أبدا عن أولئك المافيا والعصابة الموجودة داخل مصر في ليبيا مركز، هذا من ناحية. أيضا تمويل للجماعات الإرهابية الهاربة سواء كانت المصرية أو الليبية الموجودة في تركيا، والتي ترسل سمومها وتغذي النزاعات الداخلية في البلدان العربية، تمويلها سيكون من داخل مصر في مركز. إذن نحن أمام خطر حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة. نعم. الرئيس، ونحن هنا في مصر تعرضنا لخطر الجماعات الإرهابية طوال 6 أو 7 سنوات ماضية، حتى استطاع الجيش الوطني الليبي تأمين المنطقة الشرقية في ليبيا على الحدود الغربية مع مصر، وبالتالي قلت كثيرا هذه العمليات الإرهابية وهذا التدخل من الميليشيات الإرهابية الذي كانوا يحاولون عبور الحدود المصرية الليبية في السنوات الماضية، وبالتالي مصر لا تريد تكرار هذا الموضوع، تكرار هذا الأمر مرة أخرى. والرئيس بالأمس قال أنه من حق مصر الدفاع عن أمنها القومي بالتدخل غربا في داخل الحدود الليبية أو داخل الأراضي الليبية، طبعا بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي أو حتى مع القبائل الموجودة هناك في ليبيا. أيضا التدخل المصري، التدخل العسكري المصري، الخيار المصري العسكري لم يكن بمعزل عن الخيار السياسي، يعني إعلان القاهرة وهذا ما أكده الرئيس بالأمس. صحيح، يعني ليس بمعزل، إعلان القاهرة هو الساري في العمل الآن، بل هو أداة، ربما هو أداة للوصول إلى الحل السياسي. طبعا طبعا مؤكد إعلان القاهرة، ولا زال السيد سامح شكري إلى يومنا هذا حتى هذه الساعات وفي اتصالات دولية للتأكيد على أن إعلان القاهرة هو الخارطة القادمة للعمل السياسي في ليبيا حتى تستقر ليبيا ويكون في كل الأطراف الوطنية في ليبيا بمعزل عن التدخلات الخارجية تجلس على طاولة واحدة. عصب التأسيس فيها في الفكرة الرئيسية أن مجلس النواب هو الذي تمر من خلاله الحكومة وتعطى لها الثقة. إذا اتفاق السكرات المغربية أو ما يسمى بهذا المجلس الرئاسي الذي ولد ميتا الحقيقة أصبح مع الزمن منتهيا، لا ذا فائدة أبدا لأنه أصبح محل جدل. إذا نحن هنا أمام إعلان القاهرة لابد من تنفيذه على أرض الواقع، تتطلب فيه شروط ما تواجد فيه في في لقاء برلين الذي جمع كل الاطراف الدوليه. اذا اعلان القاهره هو عباره عن تتويج للقاءات اخرى كانت دوليه واتصالات للسيد سامح شكري مع كل الاطراف الدوليه، حتى الجانب الامريكي والجانب الروسي بكل تناقضاتهم واختلافاتهم حول الملف الليبي، الا انهم اتفقوا على اعلان القاهره.
هذا الزخم الدولي الكبير جدا جعل تركيا وقطر في عزلة دولية، واتضحت مآربهم وخطورتهم على المجموعة العربية وأيضا على دول الإقليم. يعني على أن فرنسا أيضا أكدت وبشكل متقدم لأكثر من أي دول أخرى على إعلان القاهرة، وأكدت على أن تركيا أيضا استغلت حلف شمال الأطلسي الناتو في مآربها الخاصة ووظفتها، وهذا يشكل خطرا على حوض المتوسط. هذا الكلام لم يرق لأردوغان أبدا، بالعكس هذا كان خطير عليه. نعم. سيصبح أيضا في عزلة أوروبية. إذا نحن أمام تتويج مهم جدا، العمل السياسي على الأرض ولا ينقطع أبدا، لكن إذا ما جاءت الضرورة لاستخدام القوة المفرطة ضد الجماعات المسلحة، فإن الجيش المصري أصبح في حالة تأهب، وأعتقد أنه فعلا أمام التغول التركي أو الجماعات الإرهابية، لأن لابد من تفعيل. وفي النهاية سيد عبد الباسط، لا أحد يريد الحرب، لكن الحرب قد تفرض على بعض الأطراف حماية للأمن القومي وحماية للمصالح القومية. على أي حال سيد عبد الباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.